السلام عليكم ورحمة الله. في هاي المحاضرة إن شاء الله بكمل لكم في آخر سلايد هذا بالوحدة الأولى، بعدين نبدأ الوحدة الثانية. سلايد في هاي الجزئية من المحاضرة بتعطينا اللي هي اتجاهات الاتصال. شو يعني اتجاهات الاتصال؟ شو يعني اتجاهات الاتصال؟ ما معنى اتجاهات الاتصال يعني؟ يعني يكون واحد من نفس مستواي ولا واحد اكبر ولا واحد اصغر؟ ممكن تكون بالطريقه هاي. ها شو كمان شو بتفسروها ماذا نعني باتجاه الاتصال؟ توجيهات شو بتكون؟ كيف اتجاهها؟ طيب اتجاهات الاتصال طبعا في عدة تقسيمات للاتجاهات الاتصال، منها الاتصال طبقا للاتجاه بيعطينا اللي هي اتجاهات، اتجاه الى الاسفل واتجاه الى الاعلى. اتجاه الى الاسفل من المسؤول الى الموظفين مثلا، فهذا اللي هو اتجاه الى الاسفل. فاذا ممكن يكون من مسؤول الى الموظفين، طيب بالبيت من الأب إلى الأبناء، ممكن يكون من الأب إلى الأبناء. فبالتالي هي عبارة عن توجيه، فبكون من الرتبة الأعلى إلى الرتبة الأدنى بسلم المراسلات. يعني التوجيهات بتيجي والتعاميم والتعليمات بتيجي من وزارة مثلاً، لا مديريات، لا الأقسام، رؤساء الأقسام، بعدين للموظفين. فهاي اتجاهها من الأعلى إلى الأسفل. الآن في اتجاه الآخر اللي هو الاتجاه إلى الأعلى. الاتجاه إلى الأعلى الاتجاه الى الاعلى كيف بيكون؟ فالان ممكن يكون عندنا الاتجاه الاعلى تقرير من موظف الى جهه حكوميه، هو جهه حكوميه او اللي لازم يكون في الجهه الحكوميه يعني الموظف. ممكن يكون من الموظف الى مسؤول الى رئيس القسم مثلا، تقرير حول سير على العمل، حول اصلاحات ممكن انه او اقتراحات لتحسين ظروف العمل مثلا، او تحسين طبيعه العمل، او اقتراح باضافه شيء ما. هذا الاقتراح بيروح لوين؟ للمسؤول الاعلى، للمسؤول الاعلى حتى تم الموافقه. فهذا اللي هو الاتجاه اتصال صاعد، في اتصال نازل واتصال صاعد. هذا بالنسبة للتوجيه. الاتجاه صاعد كذلك طلبات، طلب من موظف، طلب بروح لرئيس المباشر، بعدين بروح للمدير، بعدين بروح ل المديرية أو المدير عام، بعدين ممكن يروح للوزارة حسب اللي هو الاختصاصات في كل من التسلسل في كل حسب الطلب اللي المقدم. فلكل واحد اختصاصاته، فبتوصل اللي هي بسموه التسلسل الإداري. فهذا اللي هو التسلسل الإداري سواء بالحياة العملية في العمل أو حتى بالبيت لما
بدك تطلب شغلة أو تطلبها، تطلبها من الوالدة أو من الوالد أحيانا. لما بده توجيه بيجي التوجيه من الأكبر إلى الأصغر، مفهوم اللي هي حسب الاتجاه. في كذلك الاتصال خطي ممكن يكون، اللي هو يكون بين الأفراد في نفس المستوى، في بين الأفراد في نفس المستوى، في نفس الوظيفة، في نفس العمل، في طلاب مع بعضهم البعض، إخوان مع بعضهم البعض، فهاي في نفس المستوى، الاتصال بيكون في نفس المستوى. إذا عرفنا بالنسبة للاتجاه، إما بيكون صاعد أو بيكون نازل. الصاعد بيكون بشكل طلب أو اقتراحات، النازل ممكن يكون بشكل توجيهات وتعليمات وتعاميم. المتبادل بيكون بين الأفراد في نفس المستوى، وهذا بيسهل لنا طبيعة العمل. فإذا هاي هي. لو سمحت بالعربي وسهل. نعم. طيب. الآن حسب الشكل، في تقسيمات حسب الشكل. تقسيمات حسب الشكل، في عنا يسموه شكل العجلة. كيف شكل العجلة؟ دائرة. إذا بيكون بشكل دائرة. لما يكون بشكل دائرة، هنا الدائرة بتدور حوالين ايش؟ نفسها. في مركز. مركز، في محور. في محور للدائرة اللي مثبت فيه العجلة، والعجلة بتدور حتى يتحرك العمل. فبالتالي هنا المركز، مين هو اللي بالمركز؟ موسيقى. نعم. يوصل. مين هو المركز بيكون؟ يوصل. المسؤول. فإذا هنا الشخص المسؤول في الدائرة أو في ال... فهاي اللي بسموها المركزية. تسمعوا أحياناً إنه في المركزية ولا مركزية. المركزية معناها إنه كل القرارات جاي من الوسط، فالقرارات التمحور تبعها في الوسط عند المسؤول. ما حد بيقدر يعطي شيء إلا لما بموافقة المسؤول، يتصل مع المسؤول المباشر و يعني يعطي قرار. فبالتالي كل شخص في الدائرة، في عندنا أشخاص، عدة أشخاص، قد يكون عددهم قليل، قد يكون عددهم بالمئات أحيانا، لكن كل شخص مربوط مع المحور. كيف عجلة السيكل بتكون الأسلاك مربوطة مع المحور؟ فكل واحد منهم بيعطي بده طلب على الرئيس، تعليمات من الرئيس إلى مباشرة. فهنا الرئيس رابط حاله بكل الموظفين. يا ترى هاي الأمر مريح ولا؟ ها؟ متعب، يكون عليه ضغط. متعب على الرئيس، لأنه ما وزع هنا المهام بحيث إنه يكون في حد اللي يقوم بمساعدته. فما حد بيقدر يتخذ قرار إلا لما يرجع للرئيس مباشرة. ما في تواصل ما بين الموظفين بين بعضهم البعض، أو الأفراد ما بين بعضهم البعض. التواصل مباشرة بين المسؤول والفرد. فهنا بقل التواصل ما بين الأفراد، بيكون قليل. فهذا يتيح لشخص واحد
اللي هو في المركز للاتصال بالجميع، وبالتالي هو اللي بيعرف عن كافة العمل كل واحد شو اللي بقوم فيه، البقية ممكن يكونوا ما بيعرفوا بالضبط شو عمل الآخرين. إلها أهدافها أحياناً. في الشكل الآخر اللي هو شكل السلسلة حلقات مع بعضها متصلة مع بعضها البعض. طيب بشكل السلسلة شو بتلاحظون؟ كل حلقة متصلة بإيش؟ بالحق القلب قبلها والحلقة اللي بعدها. فبالتالي عندنا هنا حتى تمرر أي شيء أنت ما بتعرفش، يعني هنا التواصل ما بين هنا سلسلة رقم واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثة، هنا أربعة، خمسة، ستة. فإذا اثنين بتواصل مع واحد بتواصل مع ثلاثة، ما بعرفش عن أربعة. حتى يوصل معلومة لرقم أربعة لازم توصل عن طريق اثنين، واثنين يوصلها لثلاثة، ثلاثة يوصلها لأربعة. طيب فإذا لا يستطيع الشخص الاتصال إلا عن طريق شخص آخر في هذه الحالة، فما في إمكانية إنه يروح الاتصال للجميع. طيب لازم يكون في وسيط. طيب الآن جيت لأي واحد منكم وحكيت له قصة معينة بده ينقلها لحد ثاني. ليش قلنا قصة؟ لأنه القصة عادة بتكون شوي طويلة، صح؟ فيها شوية طول أو تعليمات يعني، فبالتالي ممكن تكون تعليمات هاي طويلة، صح؟ طيب الآن أنت نقلتها لزميلك، هل دائما عملية النقل لما أنقل معلومات خاصة إذا كانت المعلومات غير مكتوبة، خليكم معي، معلومات غير إذا كانت معلومات غير موثقة غير مكتوبة، هل دائما تنقل بشكل حرفي؟ فإذا ممكن إنه تحرر ممكن بقصد وممكن من غير قصد. يعني إحنا مارنا مش دائما بسجل، مش عبارة عن تيب بسجل لنا تسجيل بالضبط كل كلمة شو اللي بتطلع، فبنسجلها أحيانا حسب ما بنفهمها حسب ذاكرتنا بعدين بنقولها إذا ما كانت مكتوب. حتى لو أخذنا ملاحظات أحيانا ملاحظاتنا بحسب مثل ما راح يجي، بحسب درجة انتباهنا، بحسب درجة استماعنا، بحسب درجة إنصاتنا، فبالتالي أحيانا في بعض الشغلات ممكن تفوت. فبالتالي هنا المعلومات يعني لما تنتقل من شخص إلى آخر أحيانا قد تتعرض إلى تحريف، قد تتعرض إلى التأويل، إن أنت فهمتها بطريقة حاولت تنقلها لزميلك بجوز صار في شوية تغيير في الطريقة، نقلها لزميله الثالث برضو، بالنهاية الرسالة وصلت للأطراف الأخيرة ممكن تكون وصلت بشكل مشوه، ما أعطت الهدف اللي من الرسالة. فهاي من عيوب الرسائل أو طريقة السلسلة، لكن برضو في لها أحيانا استخداماتها في أمور معينة. الأمر الثالث اللي هو بسموه الشبكة، زي مثل شبكة العنكبوت.
هنا كل شخص بكون قادر على الاتصال مع كافة الأعضاء، فبالتالي بتكون عندي يعني الاتصال هنا مفتوح، ممكن تتصل مع أي شخص ضمن المجموعة اللي أنت فيها، سواء كانت موظفين أو في داخل الدائرة أو داخل الوزارة، فممكن أنك تتواصل مع كل الأشخاص، تنقل المعلومة للأشخاص الآخرين. فإذا هذا النظام بيسمح لك بالاتصال مع الجميع. طبعا هل له عيوب النظام هذا ولا؟ كل نظام له ممكن يكون له حسناته وله عيوب. هنا يعني هذا اعطانا اللي هي المركزيه بنسميها، انه الاتصال لازم عن طريق كل قرارات كلها عن طريق المركز. هنا اعطانا انه في شخص قبلك وشخص بعدك ممكن انك تتواصل معهم، ما بتقدر تنقل للاعلى الا عن طريق هذا التسلسل، زي ما بصير في التسلسل الاداري. تمام. الاتصال النوع الثالث شبكه، بتقدر تتصل مع الجميع، فبالتالي هنا اللي هي بتصير منها احيانا ممكن ناخذ منها اللي هي اللامركزيه، فبالتالي مش كل القرارات مرتبطه مع المدير او من فممكن كل شخص انه يوصل. هذا فيه فوائده انه بسهل يعني ممكن يكون سهل عندنا العمل، فبالتالي العلاقه او علاقه العمل في هذه الجزئيه مع الموظف الفلاني، فبالتالي بتصل مع الموظف بشكل مباشر. نعم. بس مستر، ادي اتصال مع الشبكه، كل حد يقدر يعطي قرارات. نعم. ايوه. هنا الها فوائدها، احيانا بتسهيل العمل، واحيانا ممكن تكون الامور يعني مش مسيطر عليها من الاداره او من المسؤول، فبالتالي ممكن انه في امور يتخذها الموظفين لوحدهم بدون ما ترجع للاداره، فلازم يكون في وسيله بحيث انه برضو توصل او المعرفه الى اللي هي الاداره. طبعا لابد ان يكون في ضوابط لها، كل واحدة لازم يكون في ضوابط لها حتى تكون فعالة بشكل اصح، فكل واحدة لها حسناتها ولها سيئاتها، لها استخداماتها. قد نضطر احيانا انه في بعض القرارات لازم تكون من المركز، في بعض الامور لازم تكون تسلسل بحسب اللي هي طبيعه العمل وطبيعه في فرد انت مرتبط فيه، ما بصيرش انه تتخطى للاشخاص الاخرين حتى يكون في هنالك يعني معرفه بكل الامور اللي بتدور في من خلال في 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 هاي في هاي المؤسسه. وفي اللي هي تسهيل العمل، احيانا بتترك المجال في امور معينه انها تكون بشكل الشبكه. فاذا مش دائما انه كل مؤسسه بتاخذ نوع اتصال فقط باتجاه معين، ممكن تكون يعني اكثر من مخدين اكثر من اتجاه في تخصص في اتجاهات معينة، في طلبات معينة، في قرارات معينة، في أمور أخرى لا لازم تكون بالشكل هذا. لكن في بعض المؤسسات لا، ما خلاص هذا شكل الاتصال وثابتين عليه.
مما أحيانا يعطي بعض المشاكل في الأداء. إذا المفهوم بالنسبة للاتجاهات واضحة؟ طيب. فهي كانت اللي هي نهاية الوحدة الأولى. الآن بنبدأ اللي هي الوحدة الثانية. فالوحدة الثانية من مهارات الاتصال بتركز على المهارة. المهارة نفسها. لما تسمع كلمة مهارة، ما المفهوم من كلمة مهارة؟ إن الشخص يمارس شيء خلاص عنده يعني قدرة كبيرة من النشاط. يعني كيف تترجم هذه القدرة؟ أفعال. نعم. أفعال. بالأفعال. كيف يعني؟ عنده قدرة في ما هي كلها حياتنا مو أفعال وممارسات وأعمال و... طيب شوف يعني لا. في عنا الإتقان، فإذا في عنا إتقان، في عنا إيش؟ يكون ينجز شيء أسرع من الشخص العادي. في عنا سرعة، فإذا في عنا إتقان وفي عنا سرعة، وهذا مبني على إيش؟ مبني على الخبرة. فإذا إتقان سرعة مبني على خبرات. يعني الآن لما أنت بدك تقوم أو شخص بصنع أي عمل معين، مثلا تروح تفصل عباية صح؟ ففي بعض الخياطين أنت يعني ممكن يكون متقن لعمله، ولكن بيجلس بجوز يوم كامل أو يومين حتى يقدر ينتج عباية واحدة صح؟ فإذا هو متقن ولكن ما عنده السرعة، بطيء. فهل هذا تعتبر يعني مهارة؟ لا، هي في حدود المهارة ولكن ناقصة. ليش؟ لأنه أخذ وقت أطول من ما يجب في إتمام هذا العمل، بينما شخص آخر بنتج بجودة عالية ولكن ما بتستغرقش معاه نص ساعة، فهذا بنعتبره ماهر. فهي من المهارة. فإذا المهارة المقدرة على أداء عمل بدرجة عالية من الإتقان، لازم يكون فيها الإتقان بمجهود أقل وفي أقل وقت ممكن، وكذلك بأقل التكاليف. حتى نكون ماهرين لازم نكون في جودة بالعمل، لازم يكون المجهود أقل والوقت أقل وكذلك التكاليف أقل. فلما اختار وسيلة حتى وسيلة الاتصال، فبالتالي بدي أقل جهد ممكن أوصل رسالتي بأقل جهد ممكن، بحيث أني أختار التعابير والكلمات المناسبة اللي تعطي مدلول لا يمكن تحريفه، وبالتالي اني اخذت مجهود اقل وصلها في لاكبر عدد ممكن من الناس او للمجموعة اللي انا بدي اوصلها في اقل وقت ممكن. فبالتالي بدي اختار وسيلة الاتصال اللي توصل لي اياها بالسرعة الممكن، فبالتالي بكون في عندي المهارة. الان من المهارات شو مهارات التواصل اللي بتمتع فيها بعض الناس؟ زي ايش؟ في ممكن مهارة الاستماع، في ناس عنده اتقان مستمع جيد، مهارة السرد، في ناس متحدث،
نعم سرد أيضا عنده مثلا مهارة إقراء قصة. ففي ناس تقدر عند ما يتحدث أو يسرد قصة معينة يعني عنده المقدرة على سردها بالشكل الجيد بحيث أنه يجذب المستمعين إلى هذه القصة بالشكل الصحيح. مهارة الخطابة، مهارة الإلقاء، فبالتالي مهارة إلقاء الشعر مثلا. في ناس عنده مقدرة على وفي ناس عنده مقدرة على نظم الشعر. فمش كل الناس يعني في ملقي للشعر وفي بكتب الشعر وبلقيه. في ناس بكتب الشعر بشكل جيد ولكن ما عنده مهارة الإلقاء. لو سمعت لشعره بجزء سكر أذانك، لكن اسمع نفس القصيدة اسمعها من شخص آخر عنده المقدرة على اللي هي إلقاء الشعر بشكل جيد، تسمعها تطرب لها بشكل أفضل، وهي نفس القصيدة وهذاك صاحبها. يمكن كذلك تعريف الاتصال على أنها مجموعة من السلوكيات والمظاهر والقدرات التي تتعلق بالاتصال مع الآخرين، وأنا ركز على الاتصال، وتتيح الفرصة للفرد أن يتفاعل بكفاءة ويحدث تأثير في الآخرين. فهذا المهارة، تعريف المهارة بشكل عام. ما هي المهارة؟ هنا تعريف المهارة بالنسبة اللي حددناها بالنسبة للاتصال. فإذا مجموعة من السلوكيات والمظاهر والقدرات التي تتعلق بالاتصال مع الآخرين تتيح الفرصة للفرد أن يتفاعل بكفاءة ويحدث تأثير في الآخرين. فبالتالي الرسالة اللي بدي أوصلها لازم تحدث تغيير، تحدث تأثير. إذا ما أحدثت تأثير معناه ما وصلت الرسالة، ما كانت الرسالة فعالة. هل صحيح هذا؟ فإذا الرسالة لازم تحقق هدفها، الهدف من الرسالة، فبدي اختارها بحيث أنه تحقق الهدف. تحقق الهدف بأنه تحدث تأثير بالطرف الآخر، تغيير بالسلوك. فبالتالي بكون قادر على بكون ماهر بالاتصال إذا أنا أرسلت الرسالة ووجدت التفاعل الجيد من الآخرين، وبالتالي وصلت الرسالة وفهمت بالشكل الصحيح. فبالتالي بكون أنا قد أوصلت المفهوم. في عندنا الاتصال اللفظي. الاتصال اللفظي، الاتصال اللفظي العملية التي يتم من خلالها تفاعل الأفراد سويا من خلال الإشارات الصوتية وما تكونه من ألفاظ. فبالتالي الاتصال اللفظي هنا تعتمد على الكلمات، مش الكلمة بس بحد ذاتها، تعتمد على الكلمات وطريقة أدائها، طريقة إخراج هاي الكلمة. فهي وما تكونه من ألفاظ وكلمات وعبارات. ويعرف الاتصال اللفظي على أنه تبادل اللغة الكلامية من خلال الحديث بين الطرفين. ففي عندنا المرسل والمستقبل بتبادلوا الكلمات، فهنا المقصود فيها الكلمات وطريقة أداء من ناحية اللي هي نبرة الصوت، من ناحية هاي برضو في تدخل في التركيز على أمور و
ترك أمور أخرى بهدف هدف منها إيصال أكبر قدر ممكن من معاني الرسالة ومحتوياتها. فإذن الاتصال اللفظي عملية تتم من خلال تفاعل الأفراد من خلال الإشارات الصوتية الرموز الصوتية اللي بيستخدمها الأحرف والكلمات وما تكونه من ألفاظ وكلمات وعبارات. ويعرف الاتصال اللفظي على أنه تبادل اللغة الكلامية من خلال الحديث بين الطرفين اللي هما المرسل والمستقبل بهدف إيصال أكبر قدر ممكن من معاني الرسالة ومحتوى. في مهارات الاتصال اللفظي في عندنا اللي هي مهارات الاتصال الشفهي وضمن مهارة التحدث ومهارة الاستماع. حتى أضمن أن الناس تسمع لي لازم أكون متحدث جيد. حتى يفهم حديثي لازم حتى أكون متصل مع الناس بشكل جيد برضو لازم أكون عندي مهارة استماع بحيث أني أسمع لردود الفعل، كذلك أسمع للتقدير الراجع لردة الأشخاص الآخرين اللي بتصل معهم. فهاي هي بالاتصال الشفوي المباشر بين الناس. فمهارة التحدث، مهارة التحدث تشمل المقدرة على اختيار الكلمات والرموز المناسبة للرسالة ووضعها بجمل مفيدة تدل على هذه الرسالة وتوصل قادرة على إيصال الهدف بشكل مفهوم. ما مهارة الاستماع أكون مصغي جيدا للتغييرات وكذلك الطرف الثاني يكون مصغي جيدا حتى تفهم الرسالة. الطرف الآخر من الاتصال اللفظي اللي هو اتصال كتابي وبتعتمد على مهارتين، مهارة الكتابة ومهارة القراءة. مهارة الكتابة ومهارة القراءة. مهارة الكتابة بحيث انه يكون شو المهارات اللي تدخل تحت مهارة الكتابة لما تكتب اي شيء انت، شو المهارات اللي تلزمك حتى تكون الكتابة بشكل جيد؟ اللغة، قواعد اللغة، النحو، التعبير الصحيحة بالكتابة، الإملاء، أن يكون الكتابة صحيحة ما فيها أخطاء إملائية، كذلك صياغة وترتيبها ونظافتها. يعني احيانا بعض الاوراق لما بتشوفها ما لكش نفس انك تقراها، وفي بعضها بتكون يعني مرتبه بخط واضح مقروء. فمهاره الكتابه كذلك اللي هو الخط، اناقه الخط اللي فهاي بتساعد على انه تكون الرسالة مقروءة بشكل جيد. الآن الناس بدأت تفقد هاي المهارة أحيانا لأنه صاروا يعتمدوا كثير على الرسائل المكتوبة على الكمبيوتر، فبيعتمد على شو الكمبيوتر بيختار أو شو أنت بتقدر تختار من الخطوط الموجودة أحيانا على الكمبيوتر. المهارة الأخرى اللي هي مهارة القراءة، أن تكون قادر على القراءة بالشكل الصحيح من حيث اللي هو مخارج الحروف، التعابير، المقدرة على قراءة الأحرف وتمييزها بالشكل الصحيح، المقدرة
على الفهم الجمل وقراءتها بحسب معناها بحسب علامات الترقيم اللي موجودة، لأنه نعرف أنه أحيانا الوقف في أماكن غير اللي بغير المعنى، في غير الأماكن اللي محددة فيها بغير المعنى أحيانا. فبالتالي هاي المهارات الأساسية للاتصال اللغوي تنقسم للاتصال الشفوي واللي هو المباشر ما بين الأشخاص باستخدام اللغة والكلمات والأحرف، وكذلك الاستماع. المهارة الاتصال الكتابي الرسائل المكتوبة تعتمد على مهارتنا في الكتابة ومحضرتنا على الكتابة بالشكل الصحيح، ومهارتنا في القراءة ومهارة الطرف الآخر في قراءة وتفسير هاي المعلومات بالشكل الصحيح. لو جينا لأنماط الأشخاص من حيث الاتصال، من حيث الاتصال نقسم الأشخاص بشكل عام إلى ثلاثة أقسام. النمط الأول بنسميه النمط البصري. النمط البصري بيعتمد يعني أو بيفهم الرسالة بشكل أسرع معتمدا على النظر، على حاسة النظر، هذا بنسميه النمط البصري. فمن صفات هذا الشخص ذو النمط البصري السرعة في الحركة والكلام، سريع في الحركة والكلام. ليش؟ لأنه بيعتمد على النظر. مين أسرع، الضوء ولا الصوت؟ الضوء أسرع، فبالتالي مقدرته على طباعة الصورة، يأخذ الصورة مباشرة للدماغ تكون سريعة، فمقدرته على الحفظ سريعة بحيث أنه يعني بيأخذ كأنه بصور كوبي، يعمل سكانينج مباشرة، فعنده سرعة في الحركة. أصحاب هذا النمط عندهم سرعة في الكلام، كذلك تناول الطعام بتلاقيه أسرع من غيره، التصرفات سريعة، تصرفات سريعة، وذلك تأثروا بالنمط الصوري القائم على الصور المتلاحقة والسريعة. هذا الشخص من ذو النمط البصري اتخاذه للقرارات بيكون بشكل سريع ومفاجئ أحيانا. لما يكون القرار اتخاذ القرار بشكل سريع، هل في له مخاطر أو له زي إيش؟ يعني لما اتخاذ القرار بشكل سريع، نعم في بعض المواقف بدها سرعة بديهة وسرعة اتخاذ قرار، لكن احيانا التسرع في اتخاذ القرار قد يعطينا نتائج سلبية. فمستوى المخاطر عند هؤلاء الناس عالي، مستوى المخاطر عندهم عالي لأنه دائما سريع وأحيانا بدون ما يأخذ كل مجريات فكر بالأمر بشكل، أو في بعض الأمور بتحتاج إلى تروي حتى تتخذ القرار بشكل أفضل. فبالتالي هؤلاء الناس متسرعين أحيانا في قرارات. كيف تتعامل معه؟ من خلال يعني بدنا نمرر الرسالة، بدنا نمررها من خلال صور وأشكال وألوان جذابة ورسومات، حتى رسومات بيانية مثلا مشان توضح الفكرة بشكل أفضل. بيعتمدش على الكتابة لوحدها، بدك لما ترسل له شيء تمثل له إياه بصور ورسومات بيانية ومن هذا القبيل، حتى بيفهم الصورة الوضع بشكل أفضل من الوضع الكتابي أو الوصفي.
الوصفة بيعتمد على اللي هي النمط السمعي، مفهوم هذا النوع من النمط. بحكي عنا اللي هو النمط البصري. النمط البصري من حسناته انه سريع، سريع، سريع الفهم احيانا، سريع الاستجابة، ولكن من سيئاته انه هاي السرعة احيانا ممكن تكون قاتلة، ممكن تكون تعطي قرارات خاطئة. طيب في عندنا النمط الآخر اللي هو النمط السمعي. النمط السمعي يركز في تعامله مع الآخرين على واقع الصوت وتأثيراته. بحب الاستماع كثيرا، له مقدرة كبيرة على الاستماع دون مقاطعة، كذلك يهتم باختيار الألفاظ والعبارات ويركز على نبرة الصوت بالكلام. فبالتالي هنا عند التواصل معه لازم نستخدم هذه الصفات، لازم نركز على الكلمات، انتقاء الكلمات، انتقاء كذلك التركيز أو على بعض الأحرف، بعض الكلمات حتى توصل بالشكل الصح لهؤلاء الأشخاص. من صفات هذا الشخص ذو النمط السمعي بطيء في الحركة. ليش؟ لأنه حكينا أنه سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت، فهو يعتمد على السماع أكثر من الصورة، فبالتالي يعتمد على التحليل، فبالتالي هو بطيء في الحركة والكلام، متأثرا بسرعة الصوت التي هي أقل بكثير من سرعة الضوء، متأني في القرارات. جيت عليه بطلب معين أو بقرار معين يقول لك لا، مهلني مثلا، تعال لي بعد ساعة، تعال لي بعد ساعتين، تعال لي بعد يوم حتى أتخذ القرار. فهذا أحيانا قد يؤخر من اتخاذ القرارات. فإذا بطيء في الحركة والكلام، متأثر بسرعة الصوت زي ما حكينا، والضوء، وتأتي في اتخاذ القرار، ويجمع أكبر قدر من المعلومات، يحاول يجمع أكبر قدر من المعلومات قبل اتخاذ القرار. هذا بقلل من المخاطر. هذا كان في شوية تهور على طول، يعني القرار بيجي بشكل سريع. فبالتالي القرار السريع أحيانا قد يعرض للمخاطر أو الخطر. أما بيعتمد على السمع، قراره بشكل بطيء متروي، ما بيأخذ قرارات بشكل سريع، فبقلل هذا، بقلل من المخاطر. فهو صاحب بالغالب صاحب قرار حكيم وحذر، ويصلح لأن يكون إداري ناجح. إداري ناجح لازم يكون يدرس القرار قبل إعطاء القرار بشكل قطع أو التنفيذ. كيفية التعامل مع هذا الشخص؟ يتم التعامل مع هذه الشخصية من خلال الكلمات والقصص، الروايات المتنوعة، الدخول إليه من خلال سرد الأحداث والقصص المشابهة. فبالتالي هذا يدخل في عملية الإقناع عن طريق اللي هي الإقناع بالشيء المراد تمريره لهذا الشخص، بقصص معينة، بوقائع نقوم فيها بشكل تفصيل، فبحب التفصيل. النمط الآخر الثالث اللي هو النمط الحسي. لازم نخلص مع بعضهم ثلاث أنماط، هذا آخر سلايد هاي. فالنمط الحسي، الشخص هذا يرى العالم من خلال إحساسه، من خلال المشاعر، فهو بيعتمد على المشاعر أكثر من السمع وأكثر من البصر. فيرى العالم من خلال الشعور والأحاسيس، عندما يحكي تجربة معينة يحكيها من خلال ما يشعر به،
بداخله. فاذا شو شعوره بالداخل بيوصف لك شو الشعور المجمل. فبيحكي بنقول بيحكي من داخله من قلبه من. طيب من صفات هذا الشخص ضمنه اكثر بطئا من النمط البصري والسمع، لكن بيبني قراراته بناء على المشاعر والاحاسيس. فاذا العواطف بتخليه يتخذ قرارات احيانا غير منطقيه فبيعتمد على مشاعره واحاسيسه والعواطف في اتخاذ قراراته. لذا فانه غالبا ما تكون قراراته غير حكيمه من جرى وراء العاطفة. لازم في أمور كثيرة من حياتنا لازم نحكم العقل قبل المشاعر. صحيح المشاعر إلا تأثر علينا، ولكن تستخدم عقلك في قبل اتخاذ القرار. ما تبنيش قرارك على مشاعرك فقط. فغالبا المشاعر أحياناً بتخلي البوصلة تنحرف وتتخذ الواحد القرار قد يكون قد يندم عليه فيما بعد. تعامل مع هذا الشخص من خلال الكلمات المؤثرة. فبالتالي لما بتعامل معه حتى ليش بدي استميل عاطفته، فبالتالي بدي استخدم المشاعر او الكلمات المؤثره في المشاعر والاحاسيس. ممكن تكون احيانا ببعض الهدايا حتى لو كانت هدايا رمزيه بتحرك مشاعر هذا الشخص، يعني بميل الى اتجاهك من خلال امور بسيطه احيانا وامور رمزيه. فانت بتاثر على بدك تاثر على مشاعر. فكل واحد بتكون فاهم طريقة التعامل معها حتى توصل الرسالة اللي بدك توصلها بالطريقة الصحيحة. واضحة الفكرة؟ فإذا في نمط بصري، نمط سمعي، ونمط حسي. مين أفضل واحد فيهم باتخاذ القرارات؟ السمعي أفضل واحد باتخاذ القرارات، لأنه يتروى بالقرار ويدرس الأمور من جميع جوانبها قبل ما يعطيك القرار. ولكن بطيء، لكن قراراته بتنحرف باتجاه المشاعر. قراراته بتنحرف اللي بتحرف المشاعر، فمعتمدة على المشاعر والأحاسيس أكثر من اللي هي الاعتماد على الوقائع ومجريات الأمور. نوقف الآن وبنكمل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. اختبار